هذا القلب العقل الصغير بالطبق. العقل الكبير، القلب الكبير تقدر تزرعه بالسنادي، لان دائما العقل اللي بالطبق تسويها عقله صغيره حتى ما تتحرك بالمي. جذر هذا أحسن. هذا حتى القلب هذا كبير، هيك كبر يعني يصحف هذا السلف التركي، هذا يصحف بالارض. نعم هذا يصحف هذا السلف، بس الاصفر هذا الاكثار مالته شنو والطريقه والسعر؟ الاكثار، الاكثار هذا سعره ب 1000 دينار. الاكثار مالته الاكثار احنا بتعولي، بس بعولي بعولي السعر. هذا هاي الشتله نبات دائمي، هذا مو موسمي، نبات دائم، السعر ب 1000 دينار. هذا النوعيه ب 1000. هذا النوعيه ب 1000. اخواني هاي النوعيه، هذا هاي همات هذا القزم، هذا القزم هم ب 1000. هذا اي ب 1000. شوف اخواني سعر الشتله الجهنميه ب 1000. ماشي اللي التكوبر هذا ب 1000. هذا القزم الصنف القزبي هذا ما شاء الله. شوف اخواني الشتله ب 1000، يعني الشتله شجره ب 1000 دينار. من يستوردون اخواني للمعلومه حتى لا نكذب، لان احنا علمناكم على المصداقيه. مثلا هذا بنستوردوه، جابوهن خلوهن امهات، هذا هذا بعد ما يشتري، ما يشتري بعد هذا كافر عادي. اسمع من عنده شو كافر عادي. انا هذا اشتريته كلفته بخمسه. نعم من اكاثرها انزلها ب 1000 دينار ابيعها، اكثر من 1000 ما ابيعها. شاطر الزراعه بالعالم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعد ما عرفتوا طرق الزراعه وطريقه اكثار النباتات بالتفصيل، اليوم راح ناخذكم جولة في مشتل زهرة المواسم، وراح نعرفكم على أسعار النباتات وطريقة إكتارها، يعني بصفة أو بصورة سريعة، بينما علمناكم بالتفصيل في منشور مفصل طريقة إكتار النباتات وكيف تحول نبات واحد إلى عشرات النباتات. تشوفون هذا المشتل، هذا المشتل اللي أمامكم كل النباتات بإكتار رجل واحد، وهو الاستاذ ابو مختار طبعا، ويا يعني المساعد والخبير الزراعي استاذ احمد. ومثل ما تشوفون هاي النباتات كلها انتاج عراقي 100%. هذا سر من اسرار زراعه الياسمين. عندك هاي النسبه مالته، نسبه نجاحه افضل من القلم، افضل من الاقلام يصير. نجاح احسن. طبعا اخواني حتى يكون واضح اللي يقصده استاذ ابو مختار، ممكن اخاف بعض يلتبس عليهم، يعني انت مو تاخذ سندانة عندك بالحديقة داقة صار لها اسبوعين تجي تقطع الجذر، لا اشهر يا اراد الاسيد اخواني سنة. اخواني يعني تجيب سندانة من رخصة ابو مختار تخلي، احنا نسميه مرز، انتم شو تسمونه المرز هذا، او شو تسمونه ساق ساقي هذا التل، احنا نسميه مرز عندنا بالعرب، مشيها مرز. مرز المرز هو التل العالية هيجي اللي منها ومنها المي ما يأثر عليها، تتخلى السندانه اللي فوق الجذور مالتها تبدا تتغلغل بالتربه، تمتد بالتربه لمسافات، بحيث من تشلع السندانه ورا خلينا نقول 6 اشهر سنه تلقى انه الجذور مالتها صاير اللحاء ابيض، وحتى ربما بقد الاصبع، يعني قد الاصبع، قد الاصبع. هاي المرحله تبدا تقص، هذا اني اللي قصها عقل. اخواني هسه نعم تقصها عقل وتزرعها عن طريق شنو هو؟ عن طريق لوح احنا نسويه او سدانه. احسن. بس تغمر الجذر بالتربه. اغمر الجذر بالتربه. تغمر الجذر بالتربه، الجذر هذا لح شنو هو؟ لح يجذر بنفس اللحظه، وصل الجذر، لح يثبت بالتربه ولح يطلع من عنده شنو هو ساق. احسن. اخواني طبعا هذا الفيديو راح يصير هذا جزء ثاني، الطريقه لتعلم الزراعه، هسه جوله لكل النباتات، طريقه الاكثار والسعر. عندنا هنا شوكه المسيح، شوكه المسيح. هاي الصيف كله اللي نقدر احنا نكاثرها طول الصيف، يتم طول الصيف طريقه الاكثار اكاثرها طول الصيف اقدر اكاثرها طريقه الاكثار. هذا خدنا عقله، خدنا عقله، هذا شوك المسيح. نعم هذا هو صبار شوك المسيح، اخذنا من عندنا قلم، قلم صغير كبير سرعتها تمام، اسقيها بس اول سقي سقي تمام، بعد وراها احنا بنسقيها رشه بس رش، ما يحتاج الى بعد سقي. احسن. هذا تقدر تخليه بمكان في، مكان في بيته وصل له اشعه شمس مباشره. نعم. شهر واحد يجذر عندك، راح يصير عندك ما شاء الله نمو. ونقدر نزرع بنفس الطريقه الطبقه هاي، سواء بالموز او او بالموز، وتقدر بالسدانه ايضا هباتين تكاثر. هسه هاي السنادين ايش قد اسعارهم؟ هذا ب 2000، هذا شو؟ ب 2000، هذا الحجم كبير. هذا الحجم كبير. ايش قد عندك بعد الباقيات الاحجام الاسعار؟ 19 بالفين. اخواني هسه نتجوز نجي الى قرن الغزال. قرن الغزال نعم، هذا بطريقته يعني
سهله بال اقطع وازرع بس هذا بس بموسم الشتاء بس بالشتاء يتساعد ايه. احنا نتكاثر تقول بالشهر ال 11 الى حد شهر الثالث من 11 لثالث احسن. نجي الى الجهه النميه هسه نجي الجهه النميه الجهه النميه اسعار مالتكم ما موجوده بكل العراق اسعار مناسبه هاي شلون اسعار الجهه النميه وشنو الالوان هذا بس البنفسجي بس البنفسجي بس البنفسجي قد السعر مالته السعر مالته هذا بثلاثة ونص بثلاثة ونص اذا رايد لك بيه احسب الهياب الثير هذا قد حجم السندانه حجم السندانه 24 حجم السندانه 24 ابو مختار كثار الجهنمي كثار الجهنمي اني انا احب ارد اسالك ملك الجهنمي هسه بهالفتره هاي تتكاثر احنا تكاثرها بالشتاء اي بس احنا عندنا في بابل رحت اقول لك فد شغله تموز نسبه الانبات مالته 75% بالشهر التاسع والعاشر في بابل اختارها من 95 الى 100% ونزلت فيديوهات عليها الاختار بالصيف بالعقل الطرفيه يعني العقل الطرفيه بس اللبه بس اللبه العقل الطرفيه اخواني هاي العقل ما تعرف هاي العقل الطرفيه هاي العقل الطرفيه هاي بس العقل الطرفيه بس هذا اللب هاي بالصيف بالصيف وبالشتاء لا انا كنت كاثر العقل الطرفيه الياسمين الزفر الياسمين الزفر واغطيه نايلون وسعر بالتاسع وبالعاشر انبات تقريبا 95% وكاثره ببابل عندنا كاثره بالشهر الثاني بالشتاء تصير الخسائر 50% او حتى يعني تقريبا حتى مرات 60% بالشتاء بس الاقلام يتكاثر اي بس الاقلام بس الاقلام اي بس السلبي هذا احنا يصيح للطرف وبعد بي هذا اي هذا هسه راح تصور وانزل لك فيديو مفصل عن هذا الموضوع نجي هذا الاسعار مال هذا الجهنمي هذا الدوعيه بلف هذا الدوعيه بلف اخواني هاي النوعيه هذا هاي همات هذا القزم هذا القزم هم بلف هذا اي بلف شوف اخواني سعر الشتله الجهنميه بلف ما شاء الله نجي ناخذ كمل الجوله اخواني شوفكم نجي الى الكاريسيا سعرها بالفيل وتكاثرها ايضا يصير بموسم الشتاء هاي بالشتاء يعني من الدعاش هماتي تشتغل للرابع عاد لحد الرابع الخامسه مكاثرتها ما شاء الله نفس الطريقه اللي تحدثت نفس الطريقه بالنسبه لل اسمه تيكوما التيكوما هذا هبلف هذا القزبي الصنف القزبي هذا ما شاء الله شوف اخواني الشتله بلف يعني شتله شجره ب 1000 دينار يعني هذا بعد شو تردون السعر بعد شنو اللي شجعك ما يشجعك على الزراعه هاي الشتله ب 1000 دينار هاي الكثار مالتها شلون؟ الكثار مالتها هذا بالشتاء بس بموسم الشتاء بالبذور تكاثرونها لو بالاقلام؟ تجي البذور بس انا اكثر شيء اكاثرها بالاقلام لان انا ما اكاثر الصنف العملاق اكاثر بس القزم هذا هو صغير يزهر احسنت اخواني نجي نتجول بالمشتل ونعرفكم على طريقه العاشق مدار الصيف يتكاثر هذا مدار الصيف مدار يتكاثر. الصيف يتكاثر ممكن تقدر تسوي الشجره اكثر من قلم هذا اكثر من قلم اقدر انا اسويها راح اعلمك طريقتها يعني هاي هالحجم هذا ويصير هذا هالحجم بالطبق يزرع يعني شوفه تقريبا 5 سم او 4 سم هذا هالحجم بالطبق هذا حتى اقل 5 اقل سنتين. هو احنا نصيح له برعب هذا برعب اي برعب انتم بتسموه عقله إيه؟ عقله وبرعب هذا تمام وهذا تزرع هذا بهال تزرع بالطبقه واذا يكون بالبيتموز او بالتربه الطبقه نفس الحاله احسن هذا بالنسبه عطره الشاي طريقه الكثار هاي دائما نحس احنا نحس بالصيف ما تحب مي زايده وما تريد مكان ظل ما تريد مكان ظل ولا تريد الشمس مباشره يعني مكان لازم شمس مغربله شمس مغربله بين وبين احسن تمام تكاثرها همات يعني يكون يا اما يكون على الطريق شلون ما تفضلت انت ناخذ من عندها الاطراف ونقدر ناخذ من عندها الاقلام اثنيناتهم يرهبون هذا بهالطريقه واكثر شيء زراعته يصير شهر العاشر نعم تقدر نكاثرها ونقدر نكاثرها بالشهر الثاني الى شهر الرابع يعني هاي بالخريف وبالربيع بالربيع هلها موسمين والسيداب السيداب نفس الطريقه نفس الطريقه والعطره نفس الطريقه هذه العطره الشاي عطره الشاي عطره الشاي نفس الطريقه نفس الطريقه هاي ايش قد سعر السندانه هاي بيجي هذا بألف هذا بألف دينار اخواني شوف شوف الحجم مالتها بلاش اخو البلاش عندنا النبات الان تكامارا او المينا احنا نسميه الزاحف هذا الصنف التركي هذا يزحف بالارض نعم هذا يزحف هذا الصنف بس الاصفر
هذا الاكثار مالته شنو والطريقه والسعر؟ الاكثار هذا سعره ب 1000 دولار. الاكثار مالته اللي بس باعولي السعر هذا. هاي الشتله نبات دائمي، هذا مو موسمي، نبات دائم، السعر ب 1000 دينار. يتكاثر بالشتاء، يتكاثر بالشتاء، يتكاثر بالبذور هذا لو بالاقلام؟ لا بالاقلام، بالاقلام بس هم بالبذور. هذا ينتج بذور مثل ذاك لو ما ينتج يعني؟ ينتج بذور. هذا تقريبا يهود الزاحف. نعم هذا اليهود الزاحف، او هذا نوع المكحل، مكحل البنفسجي، مكحل البنفسجي. هذا اقطف وزرع كل اوقات السنه، بالصيف بالحرب يريد، بس بالصيف يتكاثر بالصيف. البتوليا هاي الصحراويه بدار الشلح تتكاثر، هذا كلش قوي، نبات كلش قوي. هذا ندعو الدوار البلدية اخواني، هذا نبات. هذا هسه شوفه كم قلب راح اسوي لك اياه. شوف شوف ابو عبد الرحمن، اقدر اكاثره بالطبق غصن صغير، شوف ايش قصر، واقدر اكاثره بيش بالسداد. هذا بالصيف يتكاثر بالصيف وبالشتاء. اخواني هذا اخواني، هاي بالنسبه لنبات الرويه او بتونيا الصحراء، بانواع، وبالفتره الاخيره اجى الوان نادره، اجى اللون الابيض انتشر، والبين اللون الوردي واللون البنفسجي. طبعا هذا مقدمات الوردي والبنفسجي، بس اجى الابيض وهسه جاي بالطريق يمكن الاصفر والاحمر، قاعد نشوف بدات ينتشر. هذا نبات قوي جدا، وهذا النبات انصح الدوائر البلديه تزرعه بالجزرات الوسطيه. هذا لا يحب اهتمام ولا يحب، متحمل للعطش، ممتاز جدا، بيريد عداية بصورة عامة، بيريد عداية صح. وحتى جذوره تمتد بأعماق الأرض، هذا أشبه بالحلقة يعني إلى درجة يعني، بالأخص هذا النوع. إخواني نجي إلى أستاذ أبو مختار، احكي لنا عن هذا النبات. هذا فرشاة السجاد، فرشاة البطل، هذا تزهيرة بالشتاء. نعم تزهيرة بالشتاء، هذا يعني إحنا ثبت تكاثر عندك أيضا بالعقل بالأقلام. هذا النوع يختلف عن النوع العادي، عن هذا النوع العادي التركي. هذا نقدر احنا نكاثره بالعقل بالاقلام، نقدر نكاثره ونزرعه، بس ايضا هذا يتكاثر بالشهر 11 12. وعليكم السلام. طبعا اخواني اجي استاذ احمد، الله يجيبك، الخبير الزراعي في أغاتي. مشتل زهرة المواسم، مشتاق لك استاذ احمد. انا جيت سألت عليك طبعا، وصل وصل. شلونك؟ الله شلون نستعد؟ أريد تمتدون بقوة، خير. أريد تمدون العراق في الزرع. شو بدك الزرع إن شاء الله. طبعاً إخواني إنتاج المشتل ما شاء الله أروع ما يكون، لأنه كله عراقي، كله إنتاج 100% عراقي، ماكو هناك، كله المستورد. من يستوردون إخواني للمعلومة حتى لا نكذب، نحن علمناكم على المصداقية. مثلاً هذا نستوردوهن، جابوهن خلوهن أمهات هذا. هذا بعد ما يشتري، ما يشتري بعد، هذا كاثر عادي. اسمع من عنده شو كاثر عادي. انا هذا اشتريته اللفته بخمسه. نعم بدي اكاثرها، انزلها ب 1000 دينار ابيعها، اكثر من 1000 ما ابيعها. تقريبا متر وفوق المتر ب 1000 دينار. ما شاء الله 1000، حجب سنانه 19. والله ان شاء الله جزء هسه من نطلع نصور ان شاء الله. طبعا اخواني بالجوله الخبير مالتنا هم استاذ احمد، استاذ احمد طبعا اخواني من رخصة ابو مختار، راح ناخذ استاذ احمد منك. يلا انت ويانا يلا استاذ. احنا هاي حكينا على اكثار، احنا دائما نحكي هسه حكينا على اكثار، اكثار فرشة البطل بالبذور لو بالاقلام. احنا متعودين بها على البذور، على البذور بس الاقلام بتصير، بس الاقلام شوف لو المشتل، معلومه لو المشتل اخذتها ايضا من ولد صديق هنا هم على القناه تبع عنده مشتل، قال لي محمد تتكاثر بالاقلام، تتكاثر بالاقلام. نطاني فتره التكاثر مالته من شهر 12 الى شهر الثاني او الثالث. احسنت. هاي الطريقه شوف، هذا القلب العقل الصغير بالطبق، العقل الكبير، القلب الكبير نقدر نزرعه بالسنادين، لان دائما العقله اللي بالطبق نسوي عقله صغيره حتى ما تتحرك بالمي. احسنت. جذر هذا. احسنت. هذا حتى القلب الكبير هيك كبر، هيك كبر. يعني ايش قد هسه 5 سم؟ بالضبط. ونقدر نسوي اصغر بعد. احسنت. نقدر نسوي اصغر. اخواني مستمرين بالجوله. بالنسبه انا شفت انتم خبراء بالشمشار. الشمشار شلون تكاثرونه؟ الشمشار يعني اغلب الانواع عندكم انتم الشمشار. ست انواع. ست انواع عندنا، تتكاثر كلها بالاقلام، بس التكاثر مالته ايضا يصير يا اما عن طريق السنادين نزرعه، ناخذ هذا هسه قصيناه. هذا طريقة التكاثر مالته القلب الشمشار.
هذا تقدر تزرعه. هسه هاي الفرع ايش كم عقله سويته؟ هذا انا قصيته ازرعه بسدان. وانما اقسمه بالنص، اقسمه بالنص هذا بالطبق، هذا بالطبق وهم يطلع معلومه هم يطلع. الطبق خلي يكون القلم مالتك صغير مو كبير، تمام؟ يتكاثر بالشتاء، يراد له محمية نايلون. خلال شهرين الى ثلاثة يجذر عندك. ما شاء الله. يجذر. طبعا اخواني وصلنا الى نبات الروبيان. هذا النبات الجميل شوف ما تشوفون تبارك الله. استاذ. احكي لنا على اكثار هذا النبات. هذا تكاثره بالصيف. اكو هناك بعض الاقلام معظم مدار السنه تتكاثر. نعم. هذا تكاثر اكثر شيء بالصيف. بالصيف. هسه انا اقدر اكاثر ادق قلم. نعم. هذا اخذت العقله. هذا العقله اخذتها هاي شوف يعني نهايات طرفيه خلينا نقول. حتى الاقلام المصيره ابو عبد الرحمن. حتى الاقلام المصيره هذا كلها اقلام هذه. كلها اقلام هذه. يعني بمعنى شتله وحده تقدر تسوي مشتل من عندها بالتدريج. هذا يعني يتكاثر طريقتين، يا اما يتكاثر طريق ظل عتبه احنا نقول يعني. نعم. زايده. ظل زايد في زايد. الطريقه الثانيه بالبيوت الزجاجيه المحميه. احسن. بالبيوت الزجاجيه المحميه هذا طريقتين يتكاثر عندك الروبيان. احسنت. تمام، هسه بهالوقت تقدر تكاثره. يعني طول الصيف ممكن تكاثره. طول الصيف. طبعا استاذ احمد بصراحه اريد من عندك يعني جواب للسؤال دائما. نعم. يتداول بالمشاتل عند الناس، احنا ايش عايزنا هنا؟ كل شيء ليش ما نكاثر احنا بالعراق؟ وليش البعض يدعم المستورد ومن يجي الانتاج العراقي يتوقف، رغم انه هذا النبات مقسه والنباتات المستورده تجي بعشرات الملايين مال الدولارات وكلها تموت. صحيح. نعم، اريد على هذا تشرح لنا. شيء مستورد شوي غالي ترغب العالم، احنا لو نطلب سعر عالي على ذني هم تاخذ العالم، بس شيء شوي رخيص ما تاخذ العالم. يعني معقوله لانه الناس تدور تدور كيف المحلي؟ زين نعم. هذا انت مقسيه يعني مهيئه للظروف، هسه هذا شمس صيف تموز مار عليه. نعم. وشمس مال اب. وجاي النبات مقسب اروع ما يكون. نعم. بينما المستورد قاعد يخلونه بيت محمي وبعد تبريد بس يطلع من التبريد يموت. نعم. درجه حراره يعني تكون انه ملائمه لهالنبته هذا. نعم. تخليه اعلى تخليه اقل لح يصير عنده جهد. احسنت. واكو بعض المشاتل هناك هاي هم معلومه يكاثر الزرع بالمشتل ويعبيها بالبيت موز وديبيعه زرع هولندي وديبيعه زرع تركي وديبيعه زرع ايراني وديبيعه زرع سوري. بس ما يريد يقول محلي لانه محلي. ما على رقم. ما على رقم. شوف استاذ. ما على رقم. استاذ انت تعليقك على هذا الموضوع. هو نفس التعليق، ما عندنا غير حكي احنا يعني. هي هذه الحقيقه يعني. الحقيقه المره. انه البعض الانتاج المحلي ما عنده رغبة بيه. نعم. يدور ماركات. شلون يروح للمولات يدور ماركات؟ نعم. بعض السلع حتى رديئة بس لأنه ماركة يشتريها. صحيح صحيح. صحيح. أحسنتم. طبعا أخوان شوفوا نستمر بالجولة. الإنتاج هنا خلينا هذا شنو هذا؟ هذا يسمونه الفار. هذا قلم، هذا بعد داق قلم. هذا داق قلم جديد. بس انت تشلع اي قلم من عندك تراوي ذا تجذر وتراوي الاجواء اللي انا داقه فيه. شوف اخواني اشلع القلم ابو عبد الرحمن. هذا جديد. هذا جديد. ليش العراويل هي هذا؟ شوف ما مجذر هذا بعد. هذا ذا مجذر. شوف خلنا نرجع اخواني، هذا ما مجذر، شوفوا داقينه جديد بنفس الطريقه اللي وفقط بتربه زميج نحل. ما شاء الله. خلينا نمشي بدون نايلون بس ظل. بس ظل شوي. هنا اخوان هسه بعدنا هنا نجي طريقه ياسمين الماوي. هذا ياسمين الماوي استاذ. ياسمين الماوي هذا طريقه الاكثار. طريقه الاكثار هذا تقدر للكاثره بالصيف. بالصيف داخل بس الاطراف مثل ما تفضلت. العقل الطرفيه. العقل الطرفيه بس يراد لعتبه. هذا يراد لعتمه اكثر، ما يحب الاناره القويه. يحب الاناره القويه، بالشتاء ناخذ الاقلام كلها تتجحد للصير. احسن. الاقلام كلها تتجحد. اخواني حتى لا نطول عليكم، راح ناخذ مقتطفات وجوله سريعه بالمشتل، واحنا نشرنا الاسعار، بهذا المشتل الاسعار مناسبه جدا. هذا التاليوس لها راويلك ايضا هباتيه داقه قلم. شوف اخواني هنا. اليوم الهود الفارغ. هذا التاليوس السجاد. اكثر محلي
تقدر تكاثره بالسدان قبل الدقه، تقدر تخليه بالطبق الدقه عقل والدقه يتكاثر. هذا احنا نعرضه العرضه للحراره اسبوع، بس اسبوع هذا مو اكثر، احسب له سبع ايام. اخواني صدق او لا تصدق، الكوليوس السجاد مزروع فقط زميج نهري، بس حتى مو بتموس. بيحب ميه هوايه، ما يحب ميه هوايه، يحب ميه. يعني احنا بنرشه رشه تقول بر الكلام المر عليه. احسنت، بس يعني نادرا ما نشوف انه الكوليوس بس برمل، يعني بس الناس تجذره بهذا بتموس وتحط له عشاق الزراعة بالعالم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدنا في مشتل زهرة المواسم في بغداد، وهذا الياسمين الهندي الأبيض أو الرازق الهندي الأبيض، عطري مميز جدا بصراحة، قليل الوجود بمشاتلنا في محافظة بابل والعراق، لكن في مشتل زهرة المواسم موجودة بأعداد خير من الله وأسعار مناسبة جدا. هذا النبات عطري بامتياز فوق التصور، ونحن الآن في مشتل زهرة المواسم مع الأستاذ أبو مختار. هذا نوع من أنواع الراسخة طبعا، اللي هو اللي احنا متعودين عليه المتسلق، أكثر شيء يستخدموه عندك للأقواس للمداخل، أحيانا يسلقوه على شباك على غير شيء. وأيضا قوى هذا، قد درجات الحرارة عالية عندنا قوي، نقدر نكاثره بالأقلام بالشتاء، ونقدر نكاثره عن طريق التجذير، عن طريق التجذير اللي الترقيد. بس هذا بفترة الصيف فقط، فترة الصيف الترقيد فقط نقدر نكاثره، وكذلك أيضا نحصل على أكثر من شتلة بغال الواحد. النباتات طبعا، بس الجمال شوفوا حلو كلش حلو، والنبات عطري بامتياز، وشوفوا الخضار مالته، ونحن في صيف حارق درجات حراره فوق 50 درجه مئويه. عشاق الزراعه بالعالم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انتظروا حلقات مميزه حول اسرار اكثار النباتات، كيف تحول نبات واحد الى عشرات النباتات بل الى مئات النباتات بدون ما تخسر اي شيء، وإنما مبالغ بسيطة. طبعا راح تصير حلقات مميزة مع الأستاذ أبو مختار، راح نعطيكم أسرار زراعة النباتات بالتفصيل إن شاء الله، وطريقة إكثار النباتات. هاي أبو هيئة للبذر، هاي أبو هيئة للبذر إن شاء الله. نقدر هاي نقدر نغطيها مثل بشرحنا في بداية الفيديو، نفس الطبقة نقدر نكاثرها للأقلام، نخليها تقدر الكاثرة للأقلام نفس الطبقة. تقدر تستخدم تربة وتقدر تستخدم البيت بوز، طريقتين هذه إن شاء الله. إيش عندك التقلم للأقلام بهالطريقة تقدر كاثرة وتقصها هسه، بس تكون العقلة مالتها صغيرة أبو عبد الرحمن مو كبيرة. إحنا راح ناخذ هذا جزء من الأقلام، شوفه قد صغير تقدر. هذا قلم دب العاشق، تقدر الأنتران، تقدر الروبيان. هذا القلم حجم القلم يصير، احنا نسميه عقل، عقلتين العفو، عقلتين، هاي العقلة الأولى وهاي العقلة الثانية، تمام؟ تزرع بهالطريقة هذه، تزرع بهالطريقة هذه، بعد إكمالها يعطينا هذا الإنتاج. ما شاء الله. هاي السحنة زارعين بتربة، أنا جربت لكم بالبيت بوز، يرهب بالتربة إذا توفرت عندك التربة، وإذا توفرت عندك البيت بوز. تقدر تستخدمه بهالطريقة، هذا البذور هيك الطريقة مالته، وهذا الأقلام هيك. بس هذا تغطيه، هذا بعدين احنا شرحنا لكم اياه الطريقة وتنقيمه. احسن لا
عشاق الزراعة بالعالم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن في مشتل زهرة المواسم. أستاذ أحمد كنا شلون أسعار الجهنمية هذا القزمي؟ قزمية بلش. بلف الوحدة؟ إيه لون الأحمر. لون أحمر ما شاء الله. شوف إخواني هاي الشتلات على 1000 الشتلة في مشتل زهرة المواسم. إنتاج المشتل العراقي 100% مثل ما تشوفون. إنتاج المشتل. مشتل العراق بغداد منطقة صدر القناة الطريق المؤدي إلى جزيرة بغداد السياحية.